السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقد ألسنتنا وفقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك هدى ورشادا وحكمة وسدادا لنا ولأمتنا وللمسلمين، آمين. وبعد، إخواني حياكم الله في بيت الله. ونفحات رمضان بدأنا نستنشقها من دخل رجب، بدأنا نشم رائحة رمضان. رجب يعني عتبة رمضان. ما أجمل روائح هذا الشهر العطر المبارك الكريم، شهر الله، شهر الجنات المفتحة الأبواب. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا من الصوام والقوام في هذا الشهر العظيم الكريم، اللهم آمين. وبعد، مع تلاوة المغرب يسيرا ثم نعود إلى قصتنا، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. إخواني، ما من سورة في القرآن الكريم خلت من الآيات الكونية. دائما بنقول هما كتابان، المسطور والمنظور. الكتاب المسطور هذا القرآن العظيم، الكتاب المنظور الكون، هذا كلام الله، والكون صنعة الله. ودائما بنقول الكون يشهد للقرآن، والقرآن يرشد للأكوان. دائما انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا انظروا، مش بعين البصر وبس، بعين البصر والعقل والعلم والتراكم المعرفي، مو انظروا طلعنا. ما فهمت شيء، ما انت فهمت، انظروا غلط. انظروا اذا يعني نظرنا لها نظرة نضج وفهم سوي، النظر بالبصر نعم، والنظر بالبصيرة نعم، وبالعقل نعم، وبالعلم نعم، وبالتراكم المعرفي. لا يجوز أن أسقط هذا التراكم المعرفي وأبدأ من الصفر. لديت عن النجوم، شو هذا؟ بدك تقرأ آخر ما استجد في الفلك عشان تفهم الكون. حدثتنا الآيات الكريمة عن الرياح، سبحان الخلاق. إخواني، الرياح من أعظم آيات الله عز وجل. ما في رياح، ما في حياة، ما في أرض، ما في بشر، ما في نبات، ما في حيوان، كله متوقف بعد فضل الله عز وجل على الرياح. يا سلام، نعم. والذاريات ذروة، مش سورتنا، لكن الله الذي يرسل الرياح سبحانه، هي الذاريات، تحمل بخار الماء إلى الأعلى وتنقله، يبسطه مولانا كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، يحيي الله تعالى به الأرض بعد موتها. ثم لفتنا مولانا: إن الذي أحياها الأرض لمحيي الموتى. شوفوا وين نقلك. بدك دليل على إحياء الموتى؟ قلنا له نعم يا رب. أولم تؤمن؟ قلنا له بلى، لكن نزداد يقينا على يقين. فقالك: ألست أحيي الأرض كل سنة بعد موتها؟ قلنا له بلى. ترى هذا يا عبد أم لا ترى؟ قلنا له والله نرى. الآن الأرض ما شاء الله أخذت زخرفها وزينت خضرة ونضرة ووردا وزهرا متفتحا وبهاء، وما شاء الله الأرض الآن في زينتها القصوى. من أحياها من بعد الموت؟ الله الله. إذن هذا القدير الذي أحيا الأرض بعد موتها يحييك بعد موتك يا عبد. ما العجب في هذا؟ يعني شوف التوظيف إخواني، يعني مشي معاك النص القرآني: ولئن أرسلنا ريحا. شوف الريح الأولانية والريح الثانية. الريح الأولى حياة، الريح الثانية فرأوه مصفرا. شو هذا؟ الزرع. إن الريح الأولى جابت مطر وسحاب اخضرت الأرض، بعدين جاء ريح آخر بسلوكنا بمواقفنا بأخطائنا بخطايانا، فرأينا الأخضر وقد تحول إلى أصفر، فرأوه مصفرا، بنتحول من البشر إلى القنوط. الإنسان بينتقل من نقيض إلى نقيض.
والريح هو الريح. إذن يا عبد داوم على المنهج، داوم على الصراط، داوم على الاستقامة، أجعل الريح رحمة لك دائما. ما داومت الريح اللي جاب لك المطر بجعله نشف لك الزرع بعد ما وصل إلى الحصاد. حين يصيب الزرع حمرة، تتذكر القمع قبل الحصاد أسبوعين ثلاثة شهر تجي له حمرة بتضيعه. بدك تواظب على بقائك على المنهج عشان رب العالمين يواصل رحماته عليك. نكتفي بهذا القدر من تلاوة المغرب، مش مجال أن نطيل أكثر. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ كم كلمة هذه الآية؟ 10 كلمات. شو يعني يوسف وأخيه كوم والعشرة كوم؟ إذن هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ 10 كلمات كانها بتشير إلى 10 إخوة الذين تآمروا على يوسف، رموه في الجب والأخ نكدوا عيشته. أول ما آوى إليه أخاه قال: لا تبتئس بما كانوا يفعلون، تزعلش تحزنش، ربنا حيعوضك بدل هذا إن شاء الله الكرامة والعزة، اطمئن لا تبتئس. دن واحد نكدت عليه، واحد رميتوه في الجب، وانتوا 10. فجت الآية 10 كلمات. ايش موضوعنا هذا؟ عدي. توقيت الكشف وانكشاف الحقيقة. عاوز تقول ايش؟ أول رحلة وثاني رحلة وثالث رحلة، وما زال يوسف عليه الصلاة والسلام ليس منكشفا ولا الحقيقة له متجلية. إخواني، قبل موسم المطر بدك تحضر الأرض عشان تستقبل المطر، تحرث، بتسمد، بينزل المطر، تتجدد الأرض. القلوب ينبغي أن يقشع عنها وعن العقل وعن البصيرة الران والتقاليد وكثير من المعلومات الغلط. لك تكشط هذا الكلام وتأتي القرآن بقلب سليم عشان تفهم، أما تأتي القرآن بمسلمات غلط وعقل مشوش ونفس مضطربة لن تفهم. فاكر لما رب العالمين قال لموسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى بعد 40 يوم تتلقى الألواح، وعدنا موسى 40 ليلة 30 وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وعدنا موسى 40 ليلة. مرة جابها مرة واحدة ومرة جابها بتقسيط، 30 وأتمها بعشر. لهذا الخبر لويش؟ ولما جاء موسى للميقات سينا تراها، بعد تقول لي نسينا؟ لا، من سينا سينا، لا والله أنا بحكي عن قصة موسى، وين سرعته؟ لما جاء للميقات مولانا بيقول له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ شو اللي خلاك تستعجل؟ قال: ربي هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. تجد أن القصة هي لويش؟ لويش؟ 40 ليلة سيأتيك الكتاب، حضر قلبك وعقلك ونفسك وروحك وكيانك كله لتلقي آيات الله عز وجل. هذا رسول كريم كليم عظيم جليل القدر، ومع هذا ربنا يعطيه ميعاد 40 ليلة. ليه؟ ليتعبد ويتحنث مزيدا ومزيدا. فاكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كل سنة في غار حراء يلهمه الله أن يعتزل المجتمع وينعزل عن الناس ويتأمل في الكون، فرب العالمين أكرمه بالرسالة، قلب سليم، فطرة سليمة، عقل نقي، فيش مخزون من السلبيات والسيئات، حاشا، مخزون من النور كله. هذا القلب النقي نزل عليه الوحي. الآن أنا بدي طالب العلم بدك تأتي بهذه الشروط: قلب مفتوح، صدر مشروح، نفس مقبلة، ما في ران على القلب والعقل والفطرة وتلبيدات غيوم، لا، صافي عشان تتلقى العلم.
ولذلك قبل ما يوسف عليه الصلاة والسلام يكشف لهم عن نفسه مروا بمحنة ورا محنة وضيق ورا ضيق ومجاعة ورا مجاعة. يعني الآن غزة تكتوي بنار العرب، وانا ما دعك من اليهود اللي هم يتفرجوا على الفيلم قاعدين، خلهم يدقوا بعض، ريح راسك وريح رجليك وريح يديك، تكتوي كيا. لكن هذا كله صقل وصهر وتربية. تخافش، ربك موجود، اوعى يغيب عن بالك انه ربك هو اللي يدبر الامر ويحرك الاحداث سبحانه بشد بشد. يعني هذا اخوان يوسف درس كبير اخواني، هنا قبل ما يقول لهم انا يوسف، لا لسه بدنا نعصرهم، جوف اخر مستويين على اخر، وسمعنا الانكسار وشفنا التواضع وشفنا يعني خلاص بعد هذا بصير كسر مش انكسار، تكسروا كسر بعد هيك. لا، قبل ما ينكسر قل له الحقيقة، ذاك لما عصرنا عصر مش كسرنا كسر، ونقينا وصفينا، رمى يوسف هالكلمة، هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ يا الله، كأنه كان في غشاوة على البصر وعلى البصيرة. أول ما ذكر كلمة يوسف، بالله ما هو أنت يوسف؟ الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. طب ألم تكونوا ترون شبهي بأخوكم؟ قالوا بلى، لكننا بأحكامنا المسبقة، بتتذكروا درس قبل 10-12 حلقة والله ما نعرف، تكلمنا عن الأحكام المسبقة وكيف أنها عراقيل أمام الفهم وعراقيل أمام رؤية الحقيقة. تنسوا تتذكروش؟ أوه، نتذكر إيش ولا إيش؟ نتذكر الأسعار ونتذكر الدرس، إحنا فاضيين يلا الواحد يفيق من ضربة الإيش؟ سلامتك، خلينا ماشيين، إحنا فاضيين نفكر في الدرس، إحنا قاعدين وإحنا مشغولين بهم المعيشة. الله يفرج عن الأمة يا أبويا. يا الله، أمة محمد مشغولة بغرف الخبز؟ مش معقول يا أخي، مش معقول يا أخي، قسم بالله شيء فوق العقل. لك أمة محمد مشغولة بالخبز؟ مش معقول. أنا مكرنا ندبر معيشتنا يا شيخ، وأنا فاضيين نتلقى علم، بدنا نشوف معيشتنا. طبعا معذور هذا المسكين، شغلنا الناس باللقمة، مش معقول. ربي عفوك، نعود لموضوعنا، الله يهديكم. إذا لما وصل إخوان يوسف إلى درجة ما قبل الانكسار، جبرهم يوسف فقال هذه الكلمة من هذا الفم الشريف، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي؟ مثل واحد كان على عينه قشة شلنا له إياها، فأبصر الحقيقة، بالله ما أنت يوسف، أإنك لأنت يوسف؟ قال طبعا أنا يوسف. ما الذي جعلهم يستبعدونه أنه يوسف؟ الأبهة التي هو فيها، ولا واحد جاب سيرة أنه بالله ما بشبه يوسف، ولا واحد في أحكام مسبقة. وأيضا مش عاوزين يجيبوا اسم يوسف، ليه؟ بتذكروا جريمتهم بحقه، فاستبعادهم الأصلي مع جريمتهم بحق يوسف جعلهم المعلومة هاي والشبه هذا يرجعوا إلى الخلفية. هون مش في المقدمة، المعلومات المهمة دائما بتكون هون في الفرونت، في المقدمة. المعلومات مخزنة في الباك جراوند بيقولوا عنها، الخلفية يعني هذا المخزون، الأشياء المتروكة. لكن أحيانا في المنام بشوف شيء منسي من 20 سنة، شو اللي ذكرني فيه؟ هو ما راح، موجود في ديسك الذاكرة، وانت نايم بدت الذاكرة تستعيد معلومات. والله أحيانا بصحى وأنا بردد بيت شعر ناسي من ربع قرن، يمكن جابوا على بالي في المنام، تعرفش سبحانك. تجيك المعلومة مخزونة في اللاشعور، تطلع في منام ولا في تذكر أحيانا، وأنه على لسانك شيء ناسي أنت من ربع قرن. هذا الإنسان عجوبة، والله تعلمه عجوبة،
تطوره أعجوبة، نفسيته أعجوبة، عقله أعجوبة، كله أعجوبة. هذا الإنسان ما فعلنا طاقاته ولا كان طلع منه معجزات. ليش نهضة اليابان؟ صنعوا من الإنسان نموذج، العمل المنظم، العمل الجمعي، في روح الفريق. ليه العرب لا يتقدمون؟ كل فردي، حتى الرياضة، حتى الرياضة بمسك الكرة من الجون للجون بتفوتش جون. ليش؟ ظل يجري يجري وحده وحده، أنا بدي أفوت الجون. لما وصل الجون الثاني كان مهدود، خذوا الكرة من رجله. الله يعطيك العافية. طب اعمل باص، مررها، تعاون انت واخوك. لا انا بدي اسجل. بسجل ايش؟ مهم من الجون للجون بكون نفسك انقطع. نيلت نيلك. ما تعودناش عمل الفريق، تعودنا عمل الوان مان شو. احنا بنحب انا وبس. مش ممكن. الشعب الياباني حزمة، ما في شعب في العالم مترابط مثل الشعب الياباني. احنا اولى من كل البشرية بهذه المعاني. وش الشعب الياباني؟ نزلت على صفحتي اليوم ميركل بتحكي مع وزير من وزراء مجلس النواب منعقد، فرئيس مجلس النواب قال لها: يا سيدة ميركل لو سمحتي بدك تحكي مع الوزير، شوشتي على النواب، تطلع في شرفة خاصة تحكي مع الوزير بتاعك. حنت راسها قالت له بالألماني، بعرف شو قالت له. المهم طلعت مع الوزير، حكت معه ورجعت. الكلمة للشعب ومجلس الشعب. احنا بنحكي عن قصة يوسف، تسرحوش الله يهديكم. بلاش تفتحوا مواجع ونقعد نقارن ونوازن ولويش، يعني وجع الرأس والألم وتعب البال لويش. قارن حنا باليابان مرة واحدة، لك احنا أحسن من العالم، نحن أحسن من العالم، عندنا القرآن يا شيخ. تقول لي قارن نفسي باليابان وبالصين؟ الآن العالم كله محتاج الصين. 1400 مليون ما قال لهمش رئيس الصين أوكلكم منين؟ طلع جيوبه. منو رئيس الصين؟ ما عملهاش. أمال مين اللي عملها؟ بعرفش، بيعملوها العرب. 100 مليون أوكلكم منين؟ أنت بتوكلنا؟ أنت بتوكلنا مشان الله، يعني حسن ألفاظك. أوكلكم منين؟ ليش ما قالها رئيس الصين؟ أوكلكم، يخرب بيتكم. 1400 مليون، خمس الكرة الأرضية، حلوا عن خلقتي، أطعمكم منين؟ لا، جعل الصين الآن رقم واحد في العالم، ما شكاش إنهم 1400 مليون. يا دولنا العربية، أنت متضايق من 100 مليون، أجعلهم 150 مليون يا رب. مفكرهم 100 مليون بأكلوا خبز؟ 100 مليون منتج. بعد ما اتحدت ألمانيا الغربية مع الشرقية قويت أكثر وارتفعت أكثر، صح؟ كم سنة لما هضموا التخلف اللي كان في ألمانيا الشرقية والمديونية والفقر والانحطاط اللي كانوا فيه، نهضوا بهم لما خلوا الشرقية كالغربية. ومش الفريق، ألمانيا الآن من أوائل دول العالم صناعة وإتقانا. ما في مثل الصناعة الألمانية، ما في. ما حد قال لهم ألمانيا الشرقية شيلكم على رأسي ادعوا أن نحلوا عني. لا، شعبنا بدنا نشيل بعض، وشالوا بعض لما صار الشرقي والغربي سواء. ميركل أظن شرقية، ميركل أظن إن ما كنتش غلطان شرقية، ما قالوا لها أشياء شرقية واحنا غربية. لا، ما في شرقي وغربي. صارت الآن ألمانيا، ألمانيا واحدة، لا شرق ولا غرب. متى العرب يفهموا بهالطريقة؟ متى؟ هو احنا بنحب نقارن عشان نشوف كم الشوط المطلوب منا أن نقطعه. شوط طويل يا أخوانا، شوط طويل. خلينا بموضوعنا الآن. توقيت الكشف، مثل ما قلنا، العلم يحتاج إلى استعداد نفسي، وكشت كثير من الركام والران، هذا بتزيحه بعدين تماما. كما نحرث الأرض للزراعة، حصل مع إخوان يوسف لما هيئت الأرض، أعطينا المعلومة عن طريق الاستفهام، مش عن طريق أنا يوسف. لا،
هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ خلي هو يستنبطها وأنا بوافقه. والله ما أنت يوسف؟ نعم، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر، إلى آخر الآية. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ الجهل. الجهل جذر له شعبتين، ضد العلم وضد الحلم. فلان جاهل ما تعلمش، فلان جاهل ما عندوش حلم. الشاعر لما قال ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، أقدها. ما معنى نجهل وجاهل وجهل؟ ضد الحلم. إذن ضد العلم وضد الحلم، أني فيهم إخوان يوسف؟ ثنتين، ضد العلم وضد الحلم. هل هو يعاتبهم؟ هل هو يوبخهم؟ هل هو يعتذر لهم وعنهم؟ تحتار. نعيد، إذ أنتم جاهلون. مع احترامنا للقرطبي حنعدي عما يقول، لأنه ما يعني ما الاحترام، أسيادنا فوق رأسنا، لكن الكلام غلط. يقول جاهلون، كنتم صغارا جهالا، صغارا جهالا. واضح إخواني؟ كلام غلط. نرد عليه من القرآن، شو رأيكم؟ مين يساعدنا ويغششنا آية من سورة النساء؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني هم أطفال. غلط، غلط. ثم يتوبون من قريب، يعني ولد عمل جهالة عمره 7 سنوات، يتوبون من قريب يعني بعد 7 ويومين. لا، ده ما معنى بجهالة؟ عدم علم، عدم خشية لله عز وجل، لأنك ما علمته وقدرته حق قدره، لأنك ما علمته ولا قدرته ولا خشيته كما ينبغي، وقعت في الجهالة، وقعت في المعصية. إذن إذ أنتم جاهلون، دعك من حكاية صغارا جهالا ولم يكونوا وقتها أنبياء. يا عم قرطبي، لا وقتها ولا بعدها ولا في يوم من الأيام صاروا ذولا أنبياء. شطب، هذا مش خامة نبي. النبي خامة أعلى نوع. خامة النبي كذب، حاشا، على غدر، على نية إجرامية بحق طفل صغير أخوه مستضعف، نية قتل، هذه مش نفسية أنبياء. ولكنهم تابوا وقبل الله توبتهم وتحولوا 11 كوكبا، لكن خامة الأنبياء مختلفة عن هذه الخامة. هذا لا يصلح. الكذب قبل النبوة وبعد النبوة على الأنبياء يستحيل. قبل النبوة، افهمني زي ما انت عاوز، مش عاوز تقول، افهمها زي ما انت عاوز، مش فاهم. يعني ما كذب إبراهيم؟ الله أكبر، أنت ليش زعلان؟ أنت ليش زعلان؟ ربنا بيقول عنه صديقا نبيا، وهو بيقول واجعلني لسان صدق في الآخرين، وربنا بيعقب على قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ولويش أروي أنا كذب إبراهيم؟ لويش؟ لويش؟ كل هذه الشهادات في صف إبراهيم وأنا ملزق عند الرواية. الرواية فوق أم القرآن فوق؟ بتضايقوا إخواننا، بتحملوش منا هذا الكلام، بتضايقوا. لك فكر فيما نقول. واجعل لي لسان صدق، يعني لا يذكرني المتأخرون إلا بالصدق. واجعل لي يا رب، عند اللي جايين بعدين، لسان صدق
يذكرونني بصدقي إنه كان صادقاً لا صديقاً نبياً. وقال عن إسماعيل صادق الوعد، عيلة صدق كل هذه، لويش إحنا جبنا هالتلزيقة لويش؟ وما مصلحة الإسلام والمسلمين من روايتها ونضل نعيد بها ونجيد ونبهر لك إياها، قصدي بفسر لك إياها، قصدي بشرح لك إياها، تشرح ليش إياها؟ أقعد ألف ودور لويش؟ أخطأ الراوي، اتق الله يا شيخ، حرام عليك، اتق الله. بنقول أخطأ الراوي، هو بقول كذب إبراهيم، شوف إحنا بنقول له اتق الله، هو بقول إن اتق الله، اللي بنقول إحنا ما كذب إبراهيم، اعتبرنا إحنا يعني تخطينا الحدود، أبد، إحنا عم بندافع عن خليل الله يا أبويا. وبعدين اللي أقول لي إبراهيم رايح على مصر لويش؟ ما عشان أفهم بس، هو دعوته لمصر إبراهيم بين مكة وفلسطين، نقطة فقط بين مكة وفلسطين، على مصر لويش؟ طب رايح على مصر شو عمل؟ بس أخذوا منه مراته، يعني هذا اللي فهمناه من القصة، ورجعت طالع من مصر. وسالفة بقولها بدي أقول لك أنت أختي عشان ياخذوكي بعدين برجعوكي يعني، ويجعل الله لك مخرجا. أنا نبي بقول امراتي وأنا الأولى بالتوكل على الله. إخواني آن أن هذا يشتغل، يعني يطاول على الدين، الله أكبر، هذا إذا اشتغل بالطاول على الدين ولا بيفهم الدين كويس. إخواني على كل حال، إذا أنتم جاهلون صغار جهال عدي عنها. المعري بيقول والجهل داء قد تقادم عهده، من اللي بيقول؟ أبو العلاء المعري، هذا قصة طويلة. أبو العلاء المعري مش موضوعنا، ومعرة النعمان هدموها طبعا، هدموها يا أبويا معرة النعمان في الطريق بين حلب ودمشق، يرحم الأيام، قبل 52 سنة جيته سيارة من ألمانيا، سايق من ألمانيا، مرينا بيتنا في حلب، أكلنا هوا في باب الهوا، خليها على الله، تنفد من الموت وانت مش عامل شيء، بمعجزة والله تنفد من الموت. 76 كم سنة؟ 42 52 قلتوا لويش 42 سنة. المهم معرة النعمان ميلنا على الطريق عشان ذكرى أبو العلاء، بس شوف بلده بطيخ معبي خيرات، الشام جنان، الشام حولوه إلى جهنم، ألا جعل الله مصيرهم جهنم، كل من تآمر على الشام، كل من تآمر على الشام، اللهم آمين، روسيا وأمريكا وبس، خليها عامة لويش وبس، يعني مفتوحة، كل من تآمر على الشام اللهم اجعل مصيره ما حصل في الشام، حولت الشام إلى جهنم، الله يجعل عليكم، استغفر الله العظيم، لك هذه جنة الغاصة الخاصة الغوطة، دين وجمال زبداني، والله قطعة من الجنة الزبداني، دمار شامل زبداني، يرحم علمك علم تفاح الزبداني، منطقة على حدود لبنان قطعة من الجنان، الآن حولوها إلى خراب عشان واحد يتدمر 30 مليون واحد عشان واحد، لأنه الله ما خلق مثله. خلينا بموضوعنا، الله يهديكم. إذن والجهل داء قد تقادم عهده في العالمين ولا يزال عضالا. أبو العلاء المعري أحد حفظ البيت، نعيده، والجهل داء قد تقادم عهده في العالمين ولا يزال عضالا. عضال يعني ملوش دواء، ما فيش له شفاء، فعلا الجهل أخطر داء والله يا إخواننا، الجهل أخطر علة، ولذلك علينا بالعلم والله. لو استطعت أن تقرأ كل يوم 6 ساعات ما تقصرش، 8 ساعات ما تقصرش، العلم العلم، لا نلقى الله بشيء أجمل من طلب العلم، لن نعرف الله حق المعرفة إلا بطلب العلم، لن نفهم القرآن حق الفهم إلا بطلب العلم، العلم العلم. إخواني حياتنا تعليم،
نحن خلقنا لنتعلم، أول الخليقة، مش وأطعم الله آدم، لا، قال وعلم آدم الأسماء كلها. بما أظهر الله فضل آدم وقال للملائكة الآن أسجدوا لآدم، بماذا؟ بالعلم. عرضهم على الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا، يا حكيم أرزقنا الحكمة، يا رشيد أرزقنا الرشد، يا صبور أرزقنا الصبر، يا مؤمن أرزقنا الإيمان، يا رب العالمين يا رب. طيب، إذن ماذا نقول؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هل كان يعتذر عنهم؟ نعم، أنا أعتقد أكثر مما كان يعاتبهم. تفهموها عتاب؟ افهمها على كيفك. تفهمني بعتذر عنك قاعد أنتم جاهلون، عم بوبخ فيهم، افهمها زي ما أنت عاوز، تصلح هكذا وتصلح هكذا. هذا بنسميه يعني أحيانا نوع من المعاريض، كلمة ممكن تكون جارحة ممكن تكون عادية. إذ أنتم جاهلون، أنا أعتقد أنه عم بلطف الموقف، يعني هو مثل ما قال رب العالمين يعملون السوء بجهالة. بدك رأيي مولانا كأنه يعني بقول هذول عملوها عن جهل، مسامحهم، واضح إخواني؟ ولله المثل الأعلى. فيوسف كأنه عم بيعتذر عنهم، أنتوا فعلتوها لحظة جهل، جهل غلبت الهوى، غلبت قلة العلم، غلبت المشاعر السلبية على المشاعر الإيجابية، فعلتم ما فعلتم. إذن آن الأوان لانكشاف الحقائق، آن الأوان لأن أظهر لكم من أنا، وصافي لبن، وترجعوا لأبيكم وتعودوا إلي، ليتحقق الرؤية التي رآها يوسف في أول السورة في أول القصة، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر حاضرين، رأيت 11 كوكبا لي ساجدين، مش والشمس والقمر. إذن كل الأحداث عم بتمهد إلى ذاك المصير وتلك النهاية. إذن هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ طيب، كلمة بيوسف وأخيه أليس فيها نوع من التبري منهم؟ يعني أنا يوسف وهذا أخي، بيوسف وأخيه، بدك رأيي؟ لا لا، الآن مش وقت الجرح وكسر العظم، وقت المرار والعتاب، الآن وقت الصفاء. بدنا ناخذ إخواني السياق النفسي للكلام، الآن وقت الملام والعتاب، لا، الآن وقت الصفاء بين الأحباب، مش وقت الجرح والإيلام والعتاب، لا. ولذلك هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ أنتوا كنتوا تعاملون معاملة المنبوذين، يعني مش غلطانين، فقط لأنه شقيقي وأنا شقيقه، بس يعني ما لنا جريرة ولا جريمة، ما عملنا شيء، إحنا أطفال نكدتوا عيشتنا. هو كل السياق سياق تصافي، بس عشان نطهر الجرح بالمرة يعني، ونضمض ونلف الرباط على سليم، مش ألف ولسه ما زال الجرح ملتهب، لا، بدي أنظف الجرح وبحط الضماضة عليه وبعدين بربط على نظاف. بدي أنظف النفوس، أعتذر عنكم أنتم جاهلون، أعتذر عنكم. أيضا بيوسف وأخيه، مش أنا اللي بميز نفسي وأخويا، أنتم كنتوا تعاملون معاملة غير سوية، نحن مش عاملين شيء، أطفالا صغارا آذيتمونا وجرحتمونا، مش عم بعاتبكم فقط ما لم يكن لنا جريرة، أنا عم ببين ما عندناش ما نؤاخذ عليه. بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. في الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم عن بلاغة الآية ودروس الآية ونختم بإذن الله، لكن نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم. سلام عليكم ورحمة الله.